بيقولوا فرخ البط عوام ومعهم حق، ونحن بنقول انه هالشاب مهضوم وذكي ولازم ما يوقف تمثيل. رحبوا معي بجاد وسام صباخ. بسم الله عليك، قد ايه عمرك؟ بونسوار بيير، بونسوار للكل. دغري على السؤال، قد ايه عمرك؟ 16. يعني المفروض بعد توت ولا 18 وقف شوي حد. والله برافو عليك. ها برافو على اهله. ابن الممثل لازم يكون ممثل، وابن الفنان لازم يكون فنان؟ اكيد لا، اكيد مش ابن الممثل لازم يكون ممثل، لانه اذا ما انه موهوب مش حيقدر يتعلم الموهبه. مين اكتشف لك موهبتك؟ في يقول انه بيي اكتشفها، وانا كمان يعني اكتشفت حالي بحالي وقتها رحت طلبت منه انه يخليني امثل دور لو صغير بمسلسل، مع انه كانت مخاطره كبيره اكيد، انه ولد عمره 6 سنين كيف بده يطلع على مسلسل، والحمد لله نجحت. برافو عليك، برافو عليك. ومن وقتها عم نشوفك بعدد كبير من المسلسلات، واخر مره شفناك بفيلم ويلكم تو ليبانون. صح. قد ايه السينما احلى من التلفزيون؟ اكيد السينما اكسبيرينس احلى بكثير من التلفزيون، وكثير الجو غير اكيد، وانه اكيد وقت تحضرها على الشاشه الكبيره احساس كثير روعه. طيب جاد، بدك تكون ممثل كوميدي مثل بيك، ولا بدك تستقل عنه وتاخذ خط كومبليتلي غير؟ هلا حتى ما بعرف اذا بدي كمل بالتمثيل، انه مش عارف اذا بدي كمل بالتمثيل كوميدي او غير. شو طالع بالك تعمل؟ صراحه في كثير افكار براسي بعدني ضايع، بس اكيد اذا بدي كمل بالتمثيل رح يكون في شيء مع قالوا لي حكيم؟ بركي. طب بركي يعني حكيم أوبشن. شو؟ تجميل؟ كمان بعدني في كثير يعني مجالات بالطب، فبعدني عم فكر، معي وقت. ليلى؟ ايه بدي اقول لك انه كل مره بدك تمثل رح تلتجئ لبيك تا هو يعرفك على الكاستنج دايركتور وتعمل كاستنج، ولا انت عندك طموح تتروح لحالك وتدق على الباب وهيك تطلب من البرودكشن انه تعطيك فرصه؟ هلا اكيد انا بجرب انه اتكل على حالي قد ما فيي، بس اكيد على طول بلجا للبابا كرمال يساعدنا اكثر و يعطيك اكسب منه خبره. اكيد بتعرف شو بيقول عنك بيك، عم بساله كنت عن نقاط ضعفك ونقاط قوتك، قال لي كثير سبونتينيوس وكثير بيحفظ منيح، يعني بتفرجيه سكريبت بعد نص ساعه بيسمع لك اياه، بس بنفس الوقت كثير نيقه وصعب وبيكي متعب يعني، فمظبوطين كان نقاط ضعف وقوه، فلازم يصير جراح. مظبوطين من جهه و كيف تشتغل على حالك لتحسن وحده او تستغل وحده؟ هلا اكيد انا بحب انه على طول كل شيء يكون مثل ما بدي وعلى ذوقي، وكنت انا وقتها كان عمري 6 سنين، كانت تساعدني الماما، كانت على طول هي تقول لي السكريبت يعني وسمع ورا الماما، كنت اعذبها شوي بس انه كان يمشي الحال احفظهم. طيب السكريبت او الدرس اهون لتحفظهم؟ يعني لتعمل توب اكيد اكيد السكريبت بالنسبه دكتور. اكيد السكريبت بالنسبه لدرس تاريخ بالصف كيف هيدي الفيم يلي انت عم تقطع فيها، كيف بين اصحابك بالمدرسه بينعمل لك حساب بغنجوك اكثر الاساتذه، كيف بيتعاطوا معك؟ ولا لانه كمان في محاربه، لانه انت اليوم كمان ابن نجم وكمان على خطه النجوميه، اليوم كمان في ناس بتغار منك بالصف بالمدرسه. هلا لا اكيد ما في تمييز يعني بين الاشخاص، وانه ما بحس هيدي يعني ما بحس انه انا اعلى منهم او ما بيفرقوا يعني بين التلاميذ. جاد بدي اسالك، انت طلعت اول ما طلعت ما بالسيت كوم محلوله ورجعت لحقتها بمسرحيه، كان عمرك 6 سنين، يعني من اصغر الممثلين بلبنان، بس مثلت مع ابو سليم اللي هو عميد الممثلين كان عمره 84، يعني في بينك وبينه تقريبا 175 سنة. أربع أجيال ممثلين. ما خفت إنه واحد مثل شخص مثل أبو سليم صار أكبر ممثل وأكثر واحد عريق بالتمثيل، ما خفت إنك تطلع قدام منه؟ هلا بلا أكيد كان كثير إنه يعني إنه مش خايف منه، بس إنه خايف إنه قدامه أغلط أو رهبة، فبس كثير يعني استفدت خبرة كثير من أبو سليم، وكثير كان
كيمستري حلوه بيني وبينه، وعن جد شخص كثير كل الادوار سوا كنتوا. ما هي بس ساعات راشد العمر صغير هيك بيكون في انكونسيونس تخليك تكون عفوي اكثر وما بتفكر كثير بالاشياء هيدي. لما نكون كبار بنعمل كثير ستريس وبتكون مثل الابونش شو ما علموك بيستوعبوا كثير بسرعه. بالبيت مين بيمثل اكثر على الوالده؟ انت ولا حرام هالوالده يا حرام هالام يا حرام. لا هلا بالبيت بنترك التمثيل، يعني ما بندخله بالبيت، ما بنمثل البابا اوريدي بروفيشنال وهو ده. بيك ممثل بس كمان بيك بيقدم عنده بروجرام كذا بروجرام يعني مرق فيه على التي في، وين انت من التقديم؟ عندك الشكل على فكره، جسمك كثير حلو، بتعمل سبور؟ ميرسي. ايه بعمل سبور كذا يعني جقل يعني. ميرسي. جقل. وينك من التقديم؟ كان عندي تجربه، فكرت بدك تسالي وينك من الصبايا من بعد هيك مقدم. كان عندنا بروجرام انا والبابا ب رمضان من كذا سنه، كان عمري يمكن 8 او 10 سنين. كان عندي فقره نطلع على الهواء كل يوم، فقره التقديم، كنت اسال الضيوف اسئله من المدارس، قصص قواعد وهيك. كان كثير تجربه حلوه بس كثير بتخوف كمان، ما في غلط، ممنوع تغلطي او ممنوع يصير شيء غلط يعني على الهواء كله، فكان لها رهبه خاصه يعني. سو حاسه كانه عنده اكسبيرينس اكثر من شوي. طب كيفك مع الصبايا؟ نرجع على سؤال رولا. يعني الحمد لله نكتار وما عم تقدر. شو يعني الحمد لله؟ قد ايه من وحده عندك بالاخر؟ يعني الرقم ما بينعد على الهواء. 60 ثانية رح نجرب نعد لك على الهواء كم جواب فيك ترد عليهم بطريقة سوبر سريعة وبجواب واحد، كلمة واحدة، اتفقنا؟ اوكي يلا. تفضل على كرسيك. للمآخر جاد صباغ، الفاعل مرفوع أو منصوب؟ تاني سؤال بليز. تاخذ مصروفك من بيك أو من أمك؟ عطول الشكل. شي مرة مدخن سيجارة؟ لا. كم مرة عامل رشتة أو نائل بالصف؟ اليوم عامل وحدة. كراسا أو منقوشة؟ منقوشة. باميلا الكيك أو ماجي بوغسن؟ اثنيناتهم بحبهم كثير. كم مرة عامل بيبي بالبيسين؟ باس. شو اخر قصاص اكلته؟ شو اخر قصاص اكلته؟ من معلمة الفرنسي. بيك شو كان قصاص؟ اكتب نص ثلاث مرات. بيك باقي بالاو تي في ولا رايحة غير محطة؟ ما بعرف. مريم نور او تيتا لطيفة؟ تيتا لطيفة. مغروم ايه او لا؟ نعم؟ مغروم ايه او لا؟ ايه. مين؟ تحت الهواء. مين احلى، هيفا وهبي او مايا ديب؟ اثنيناتهم. مين اقوى كوميديا بلبنان؟ في كثير هلا. سمي الاسم. لوين حابب تسافر؟ على ابعد بلد بالعالم. كم كف اكل من بيك؟ ولا كف. برافو. 15 جواب 60 سنه، برافو، جود وان. جواب كثير منيح ها؟ بالنسبه ل خبرتك على التلفزيون جاوبت كثير منيح ها، بس بتنقل بتعمل كثير رشتات. مثل رشتها من الاخر لهالمقابله ولا لا؟ ابدا؟ لا لا لا. من الاخر ليلى بن خليفه. من الاخر المستقبل قدامك وعندك كل المواصفات تكون سوبر ستار، وان شاء الله ممكن تكون دكتور مثل ما بدك. ميرسي كثير. سالم خازن من الاخر. من الاخر سمعتك عدة اوقات كل ما تحكي عن شيء تقول تجربه، يعني كأنك عم تنظر لكل القصص اللي عم بتصير بحياتك مثل تجربة، بعدين انه اوبن ل يمكن تغير من التمثيل تصير، فهيدا حلو كثير، وانا بنصحك تعيش الحياة كأنها جيرني يعني، وتكون اوبن رحلة، وتكون اوبن لكل البوسيبيليتيز بلا preconceptions. من الاخر جيس خوري. من الاخر انا كثير حبيتك ولقيتك عندك سيلف كونفيدنس، واثق بحالك، وهيدا الشيء لازم تتركه عندك وما تتاثر بالحواليك. جود لك. ايش بتحصلي؟ بعيونك في بريء من انت وعمرك 6 سنين، مبين على المسرح، مبين على التلفزيون، وبتعرف كيف بدك تحكي وكيف تجاوب، يعني لو شو ما اشتغلت مهني بتصور بكره بالمستقبل حتبرع فيها اكيد، لانك شخص كثير ذكي. ميرسي. اسم الله عليك وبهني وسام فيك وامك كمان. جورج حلو بالاخر
عفوي ومهضوم وتالنتد، سو ما بنتمنى لك الا النجاح ان كان بالتمثيل او اذا قررت تعمل غير شيء. جود لك. وروي لك عادي. انا بقول لك جاد اكيد اعمل غير شيء، حلو يكون الفنان عنده ثقافه وعنده يكون مهنه لإله وتكون هيديك كمان اوبسيون، يعني فيك تبرع بالاثنين، وانت كثير مهضوم وحلو. ميرسي. جود لك. النيلك لا يلا اعطينا مش معقول اسالكم ما معقوله. جاد بدي اقول لك انه فعلا كل الادوار اللي لعبتها هي ادوار لعبتها عن جداره، ومش بس انه بالواسطه او لانه انت ابن بيك كنت موجود على التاتو، كنت موجود بهذا المسلسل، لا انت اليوم لعبت وبرهنت انه انت مشروع فنان ناجح وممثل ناجح. بدي اقول لك جود لك بكل شيء عم تعمله. مثل ما قالت رولا، اهم شيء بالفن مش التالون، هي الثقافه، والثقافه بتجي كمان من العلم والدراسات، وانت بتتخيل ماشي على هيدي الخطه. تحيه كثير كبيره للوالد وللوالده، وشكرا كثير لانه كنت موجود معنا ليلى. ثانك يو. بريك جديد، ما تروحوا لمحل، بريك كثير قصير، خليكم عم تواصلوا معنا على فيسبوك، سناب شات اذا بدكم، انستغرام وتويتر. ايس الموسيقى لك.